أنا مواطن من معتمدية المزونة ولاية سيدي بوزيد، عندي ولدي موقوف 4 شهور وحصلوه من الفويه بتاع الوردية، هو طالب يعمل ماستر، وكي هزوه ما علمونيش، قعدت جمعة ولا قداش ما علمونيش، كان كيعلموني زملائه كلموني يقروا معاه من سيدي بوزيد، قالوا لي راه ولدك مشدود، وجيت هنا لتونس 3 أيام وأنا نلوج، مشيت لقرجاني ما قالوا لي شوين، مشيت البوشوشة ما قالوا لي شوين، كان النهار الثالث مشيت للعوينة ناسها قالوا لي راه جابتها مكافحة الإرهاب شدوه في الفوي ونيبال، مشيت عملت له محامي والتحقيق 4 شهور جابه مرة واحدة، واخذيه كونجي، خذيه كونجي قعد شهر، وتويكا مشي لليابان بشهر ونص، وخلى التحقيق 2 بنيابة، مشيت له قال لي اني ما نجم نعمل لك حتى شيء، أنا طالب من القضاء وطالب الإعلام ينشرها، وبارك الله فيهم، ولا الإعلام يخدم أكثر من القضاء، برشا حقائق يخرج فيها الإعلام مشكور، ومانيش نجامل فيه، الناس كل تشهد بهذا، الشعب التونسي ولا معترف بالإعلام أكثر من القضاء، كان مذنب يعدوا للقضاء يقول كلمته فيه، وكان ماهوش مذنب يسيب إفراج، مش المجرمين يسيبوا فيها والطلبة يشدوا فيها. هذا اللي طالب منكم باش تنشروا قضيتي هذه على الاعلام، لانها تسدد قدامي جميع السبل 4 شهور وانا مطيش هنا في تونس، وصلت نطلب ونبات في برشلونه على كراسي، ومشيت السي عبد الستار بن موسى منظمه حقوق الانسان، وعندي دشارج فيها، وتو شهر ولا ما كلمنيش وما عمل حتى شيء. هذه منظمة وليت التجيت للاعلام، الاعلام ماذا بيا يظهر لي حق، وقابلت السيد وزير العدل وقال لي برا امشي اعمل لي عريضه وصور لي الاوراق هذوما، صورتهم كلهم هم موجودين، هذه الشهاده نتاع ان تعدى بدون عقوبه بنظافه في الجامعه اللي يقرا فيها الكليه، وهذه شهاده النجاح نتاعه هاي موجوده، وهذه شهاده ترسيم رسمتها، قالوا لي برا رسمه وتو نسيبوه في اللونتري سكولير، قال لي حاكم التحقيق تو نسيبه في اللونتري سكولير، وهذه شهاده ترسيم تاعها انا رسمتها، وهذه بطاقه ايداع تاعها في سجن المرنقي، ونمشي من نهار الجمعه باش نزور يتشمتوا فيها، نمشي من 9 متاع الصباح نروح لـ4 متاع العشي باش يستنى يقول لك لنا قولاش مرافق، معناها مجرمين اللي في غوانتينامو وسيبتهم امريكا، وهذا انا يقول لك كم بالمرافق، استنى بالمرافق معناه حتى يلقوا شرطي ويجيبه من السجن نتاعه اللي مسجون فيه ثم في المرنقي، نمشي من 9 نوصل ل10 غادي يجيبوه، ساعات نقابل الـ4 نتاع العشي، كان مذنب يعدوه القضاء يقول فيه كلمته، وكان بريء سيبوه يقرا على روحه، وان بليس هنوني قالوا لي الحاكم التحقيق قال لي والله في اللونتري سكولير اللي ما سيب وما سيبه لي، متهمين بقضية إرهاب، حصل واحد جبد ضربة من الناس. معناها قضية ما فيها شيء، معناها هو قايل كلام بالفم. كان مقايل، كان متهمين بالإرهاب، قايل كلام بالفم، الإرهاب بالأفعال مش بالأقوال، ها وحتى أنا نجم نقول. الشعب التونسي الكل يقول، الكل ال 11 مليون يرمون في الحبس الكل. ها الشعب التونسي يقول بالفم، يمشوا للقهاوي العمومية تو يسمعوا الناس يسبوا حتى في الحكام. إيش بيه جريمة هذه؟ التعبير بالفم ما هو جريمة، حسبني على أفعالي، شديتهاش متلبس بحاجة ما ترحمهاش، شديتها بريء، أنت معناها طالب يقرأ معناها تجي تهزه من فرشة وتقول إرهابي؟ الإرهابي اللي دخل على الراقد ولا الراقد هو الإرهابي؟ الآخرين مانيش عارف عليهم، فيهم واحد يقرأ. معناها الثانية جامعة وولدي عمل ماستر وتعدى الثانية ماستر وباش يحضر في بحوث في الدكتوراه، أقل ما فيه أقل ما فيه نطلب من القضاء، ورانا ننزهوا القضاء وما نطعنش في القضاء، يعطيه بطاقة إفراج معناها يقرأ على روحه وتحت القضاء، وأنا نلتزم وقت اللي يجي باش يبحث راني يجيب، ما يخليليش ولدي في الحبس هكاك، ما عند وريني قضيته شنو، وريني اش عامل، اش مذنب اخوي خناره، حتى انا نحب نطلع باش ناخذ احتياطاتي في المستقبل على اولادي وعليه هو خاص. هذا اللي طالب منكم وبارك الله فيكم.